مع ميلاد الأرض ولدت الكلمة نبراسا يهدي إلى طريق الغد، وفي الغد حيث يطل اللغو برسم الحياة تتفجر رغوة سؤال بكر يملأ أرجاء المكان، لتتولد أسئلة حيرة من تأويل المشهد ومشهد التأويل. آخر كلام برنامج ينسج من الأسئلة مرافعة ناجزة تؤكد أن الحقيقة أكيدة وأن فحوى السؤال لهاث حقيقة. آخر كلام مع أحمد زكردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير صوت فلسطين وهذا اللقاء المتجدد وبرنامج آخر كلام. فرسان الأبجدية، هذا هو عنوان هذه السهرة. فريق العمل في الهندسة الإذاعية، هذه تحيات أشرف أبو جعفر، ومعكم بكل الحب من الإعداد والتقديم أحمد زكارنا. لماذا تمطر السماء؟ سؤال بارد لا أظنه محل جدل بين العوام ولا بين النخب، ولكن أن نقول أو ننادي بالعنف المنظم ضد اللغة العادية، فهنا يأتي السؤال، لا ليطرح وفقط وإنما ليرفع أعلى منصات الكلام العادي. نحن اليوم مستمعين نحاور شاعرين تجمعهما بخلاف صداقة الحرف والحياة، صداقة التعاون في صياغة ما يسمى بالعنف المنظم ضد اللغة. الأول حاك في إحدى غزواته الشعرية من جسد البحر رداء للقصيدة، والثاني تمنى لو كان الحلم أعمى فقط ليعثر على ممر آمن نحو البحر. يسعدنا اليوم أن نكون في حضرة شاعرين يعتبران من فرسان الأبجدية المعنفة إن صح القول. أهلا ومرحبا بهما وبكما مستمعينا وبكم مستمعينا الأعزاء. أهلا بضيفي الكريمين الشاعر والكاتب موسى حوامدة والشاعر محمد دلة للمرة الأولى عبر أثير صوت فلسطين. أهلا بكما، مساء الخير. مساء الخير. يعني لو يسمح لي محمد نبدأ مع موسى الذي اقترب طويلا عن الوطن وعاد مؤخرا ليحتضن هذا الوطن طولا وعرضا، فلم يترك شبرا في هذا الوطن إلا وزاره. مساء الخير موسى. مساء الورد، مساء فلسطين الجميلة. أبو عدي، كيف زيارتك هاي المرة؟ موجعة، فيها ألم، ألم كبير. كيف أضعنا البلاد؟ كيف أضعنا البلاد وكيف أضعنا أنفسنا أيضا. نعم، حدثني عن زياراتك من الشمال إلى الجنوب. يعني كأني آدم الجديد يتلمس آلام الأرض. عدت وكانت العودة صادمة ومفاجئة ومؤلمة وحارقة ولذيذة وجميلة ومريحة. الروح سكنت، ولكن ما خلف الروح تحرك وتألم. الوجود كان في حوار مضطرب بيني وبين نفسي، يعني صعب الوصف. هل وجدت موسى حوامدة هنا؟ آثار نوعا ما، بعض الآثار، بعض الخطى. أنت من تربيت ودرست في الخليل؟ نعم. وسجنت وأنت كنت، نعم، في مراحلك التعليمية الأولى. صحيح. هذه الذكريات كيف استقبلتها؟ المدرسة، الشارع، الحارة، الجيران، الأهل؟ كما قلت لك وجدت بعض الخطى، ولكني لم أجد نفسي، لم أجد نفسي ولم أجد وطني. هل أخادعك وأقول أن كل شيء لا جميل؟ لا طبعا، نحن أنا لم أجد نفسي
وجدت بقايا أحلام قديمة، وجدت بقايا صور على رائحة النمينة، ولكني لم أجد الحقيقة، لم أجد نفسي، لم أجد بلادي التي حلمت بها، ولكني ما زلت أحلم بها، ما زلت أحلم أن تكون البلاد التي أريد، أن تكون الوطن، أن تكون الخطوات، أن تكون الحلم، أن تكون الشمس التي أحب والتي أريد، والتي لابد أن يساهم كل فلسطيني في صناعتها، وليس فقط الاكتفاء بالتمني والأحلام. لا تؤاخذني يعني. بالعكس، أنا أستمع إليك بكل شغف وأستمع إلى هذه الرقرقة في الله يخليك، هذه اللجلجة في صدرك والرقرقة في عيونك. تسلم تسلم. يعني ننتقل من الحديث مع أخونا موسى إلى الحديث عن الشاعر والناقد الحاضر والعائد في نفس الوقت محمد دلة. مساء الخير. مساء الخيرات. يعني محمد أنت معك هوية وتوافق بتيجي وما شاء الله عليك. ما رأى الكتاب في هذه النسخة، النسخة العاشرة، كان مختلفا بحسب العديد من المراقبين. أنت محمد دلة، كيف استقبلت هذه النسخة من المعرض؟ لا شك أن حلمي كان أن يكون معرض الكتاب ممثلا للكل الفلسطيني، لكنه فاق حلمي وجاء ممثلا للكل العربي. فهذه النسخة من معرض الكتاب هي نسخة من أسماء فلسطين، هي اسم من أسماء فلسطين الحسنى. فرسالة الفلسطيني هي الجمال والقراءة. صحيح أن الاحتلال ينقصها، لكن رسالة الفلسطيني ما زالت تسر على الجمال والقراءة وبعث المسرة في الأرض. جميل. كان لكما مشاركات في ضمن فعالية معرض الكتاب، وإن خرجنا عن هذا الوجع قليلا أبا عدي، كيف استقبلك الجمهور الفلسطيني، أو أنت استقبلت الجمهور الفلسطيني؟ والله بشكل جيد. أنا والصديق محمد قرأنا في تفوح في الخليل. نعم. كانت القاعة مليئة وكان الجمهور متعطشا للسماع، يعني وجد التجاوب كبير، يعني دفء في وحرارة اللقاء، في حرارة، في يعني هو كمان أيضا يعني حينما يعود شاعر فلسطيني إلى بلاده ويتكلم بلغة وطنه، بالتأكيد حتى الجبال ستستجيب له، يعني لأنه هذا صدى أصواتهم، صدى أرواحهم بالتأكيد. أنا تابعت بعض ما هو مسجل بالفيديو، ووجدت بعض الحميمية في اللقاء، وكأن الجمهور من هو على المنصة، وكأنك أنت من تجلس للاستماع. صحيح. للاستماع إليه. صحيح. لقاءك بسفوح الجبال، سواء في الخليل في الشمال، وأنت زرت نابلس على ما أعتقد، وجنين. نعم. كل قرى رام الله وجنين، وغالبية المناطق، حتى يعني وصلنا طوباس، وصلنا وادي البيدان أنا والصديق محمد أيضا. جميل. عملنا جولات يعني مكثفة. يعني هل ألهمك ما رأيته بما هو قادم من أعمال موسى حامد؟ يعني ليس بهذا الشكل المباشر، لكن طبعا ممكن أن يتحصل ذلك في يعني في الذاكرة وينفجر بطرق متعددة. ما زالت الصدمة تأخذك؟ الدهشة حتى لا. مخيم الدهشة يعني حتى مخيم الدهشة ذهبنا في مركز إبداع. في مركز إبداع. نعم. نعم. يعني مثلا أكثر من مرة سئلت وماذا تقول للناس الفلسطينية، يعني نحن حتى خرجنا وتعلمنا في الخارج ومارسنا العديد من المهن أو إلى آخره، تطور التجربة في الخارج، ولكن لا يمكن أن أصل إلى مرتبة الأستاذ فأعود لأقول للناس ماذا يفعلون. أنا أتعلم من الناس وأتعلم من الطبيعة، لكن هي بعض ردود الأفعال. يعني أنا أعذر الناس، أعذر السكان الموجودين، يعني المعاناة شديدة وكبيرة يعني، لكن أنا لا أستطيع أن أقول ما هي الوصفة الجاهزة لكل ذلك. هذا هو السؤال الفلسطيني الصعب والمركب. السؤال الفلسطيني الصعب والمركب هو سؤال هوية، وسؤال الأرض أو الهوية
حتى لا تغضب لغويا، وسؤال الشتات الفلسطيني المتناثر، الشتات على كل الأصعدة، ليس فقط على صعيد البشر وحتى على صعيد الحجر والتراب والصخر وإلى آخره. على سيرة سؤال الهوية، نتمنى أن تخرج أو تصدر لك الهوية الفلسطينية، أو تعود لك هذه الهوية التي فقط وأنت تطالب بعودتها الآن، ونحن نضم صوتنا إلى صوتك، وبإذن الله يعمل الإخوان في كل الجهات المعنية على إرجاع حقك في هذه الهوية التي سقطت لأسباب يعلمها الجميع. يعني محمد دل، لو بدك تحكينا عن المشاركات قليلا قبل أن أنتقل إلى سؤال المؤامرة ما بينك وبين موسى على اللغة وهذا العنف المنظم ضد اللغة، بداية المشاركة. صديقي في المشاركات، يعني أريد أن أقول أولا أنك في الغربة مهما علوت فأنت الهامشي، وأنه كلما اتسع المنفى ابتعد الوطن. فاتساع المنافي لا يؤدي بك إلا إلى الضلال. وحين أتينا إلى فلسطين، هل هي حالة يعني من الدهشة القصوى، ورأينا الناس، إحنا في العادي نحن في العادة نكتب الشعر، لكن حين ذهبنا إلى الخليل أصبحنا القصيدة. حلو. فكان تعاملنا مع الناس، يعني أصدقك القول أني لم أكن منتبها لما سأقول، كنت أريد أن أرى الشعر في مشية الناس، في هبوب الناس، في تجمع الناس، في كرم الناس، في احتضانهم لنا، أن أرى القصيدة في شوارع الخليل التي تمتد عميقا في الحضارة، أن أرى القصيدة في البيوت، أن أرى القصيدة في الحرم الإبراهيمي المقسم بين صلاة وصلاة. أي محتل يفصل عبادة الرب إلى صلاتين؟ أي محتل يفصل الشارع إلى شارع تمشي عليه حسب دينك؟ أي محتل هذا الذي يمنعني من أن أفي بموعدي مع صديقي أو صديقتي حين أواعدها في مقهى، أو أواعد صديقي على الغداء؟ إنه يتدخل في كل التفاصيل، فهذا المحتل يجعلنا نحطم ليس فقط اللغة يا صديقي، ولكن نحطم كل المواريث لنصوغ اللغة الجديدة، لنصوغ اللقاء الجديد مع فلسطين. يعني أنا لربما أعتذر لكما بداية على إثارة هذه الشجون التي أجدها في عيونكم أنت وأخونا موسى، ولكن كي نخرج قليلا وكي لا يمل منا المستمع، ونحن في حضرة الشعراء لا يصح إلا أن نستمع إلى الشعر، وإن كانت هي مناظرة ما بين شعيرين كبيرين جميلين، هي مناظرة لا غالب فيها ولا مغلوب، وإنما رابح واحد هو نحن المستمعين. نستمع لك بداية أخي موسى، ويعني سامحني أتعمد في هذا البرنامج ألا أقدم سيرة ذاتية، لأن السيرة الذاتية هي القصيدة التي يطلقها الشاعر ويعجب بها المستمع وهو يبحث من هو الشاعر. صح. وأنت علم ولست بحاجة للتعريف. نستمع منك. أولا ليس بيني وبين الصديق محمد مناظرة، لا غالب فيها ولا مغلوب، ولا نحن غالب نحن الاثنين مغلوبان لبعضنا، الله، ومغلوبان لفلسطين. جميل. وردا على عبارته حول المنفى، نعم، حينما أنا أقول أيضا مما كما قال النفري، كلما اتسع المنفى ضاقت العبارة. فهو المنفى الذي جعل عبارتي أنا ومحمد، أو عبارتين مرتبكتين. طبعا أنت حورت جملة النفري. نعم أنا حورت. طبعا نهاية الرؤية ضاقت العبارة. ضاقت العبارة. نعم. أنا أقول بناء على ما قاله محمد، كلما اتسع المنفى ضاقت العبارة. وربما المساحة. نعم.
لكن أدوارد سعيد يقول العكس من ذلك. هذا موضوع فلسفي سنتوقف عنده. ما كان لي أن أهدم هذا الحصار، فقد بنيت سجني ورائي، وتركت ظلي تحت سياجه، وأرخيت حبال نجاتي بين يديه، وشرحت للعابرين مجاز الصورة. وما كان لي أن أعكر صفو البحر وحدي، وأن أمد جسدي في مياه الصحبة الزرقاء، تلك التي تليق بكناية حرة، لا بشقي طالع من فاجعة التورية. وما كان لي أن أنشر شراعي في شواطئ النكران، وأتمطى مثل قيصر في مياه ليست لي، وأعدد حسنات العاصفة وهي تقتلع فؤادي اليتيم، وتسحق عافية المشبوهة بحمى الخذلان. تسنى لي أن أهنأ بغفلة الوقت على ذراع مشنقتي، وأنام خاوي الروح في جثتي، وأعثر على كفني في سريري، ولا أشفق على الفرح من خدوش يدي. وما كان لي حرس، ولكني كنت خوان نفس الطرية، وجاسوس خيبة الطازجة، حقولي خضراء وشياهي مريضة، مياه قلبي بيضاء لكن قلبي بدوي. وما كان لي حق أبطال الإغريق ولا هناء الهوامش، فقد بنيت سجني أمامي، وتركت ظلي يحمي عدوي، وأضعت دروب حريتي بيدي، وحذفت من كتاب الدهشة كناية القديمة وعزلة الشاردة. هذا هو صوت البدوي وصوت الفلسطيني أيضا. يعني إن كان موسى حوامدة وضعنا في زاوية لا نحمد عليها ولا نحسد عليها، محمد دلة، كيف سنستمع إليك وأنت من تكتب الشعر أيضا ذات الدلالات والرسائل؟ محمد دلة، سر كالصدى في مجاز انتظاري، لماذا تأخرت يا نجمتي في الهديل، وبكر بالهم طيني وعشبي، لماذا سفحت المواعيد قبل صياح النبيذ، وبللت بالخل كسرة قلبي، لماذا وقصفة زوفا تعربد أنفاسها، تراود عيني وهدبي، وبحر من الملح يكفي لأكسر ساق الدروب، ويكفي لندبي. الله الله. لماذا تأخرت يا نجمتي في الهديل، وليس النهار برحبي، تقول التي تتأخر عني، أيا هامشي بعيدا ذهبت، بعيدا رحلت، وعدت لتفضح سري. أنا كنت بالمسك أعفر شعري، وأكمل زينة جمري، وضاقت بمرود كحلي شقوق الزمان، ومرآة عرسي غوتني، ضللت طغيت ساومني العنفوان، وأجل غمري، وكنت أعد دمي ليكون أجدر باللوز والمر، لكن نيسان ضاق بفتنة نحري، رمى بالشقائق غزلان صدري، وغبت وبانت على شبق الزعفران شقاوة أمري، فيا هامشي تغيث رحيلا، وسرك الصدى في مجاز انتظاري. الله الله. يا هامشي لك أذن لا تسمع سوى ارتطام الدم بالعشب. موسى حوامدة، وأنت من يتعمد كما قلت لي في حديث سابق وسهرة شعرية جميلة، تعنيف اللغة أو ممارسة العنف المنظم ضد اللغة، هذا
هذا التعبير لأستاذ محمد؟ نعم هو التعبير له، وأنت تتبناه وتتآمرون سويا على اللغة. وقال ذلك عن استخدامي للغة. نعم. كما أعتقد يعني. أنت لماذا تحاول، حتى لو أنه المصطلح سنتحدث في المصطلح مع محمد أكيد، ولكن لماذا تتعمد أنت الذهاب إلى حالة التعنيف هذه؟ التعنيف، هلا أشوف، خلينا نكون صادقين. نعم. مع بعض، يعني مستحيل أنا كفلسطيني مسحوق ومهزوم وخارج من التاريخ والعصر أن أستخدم اللغة بسلاسة ورقة كمن يجلس في حديقة بيته بسلام وبطمأنينة. يعني من الصعب علي أن أفكر بالميثولوجيا أو بالتراث أو بالأديان أو بالحضارة أو بالاقتصاد أو بالسياسة دون أن أفكر بالدرجة الأولى في ذاتي كموضوع جمعي، في ذاتي كموضوع فلسطيني، كموضوع مسحوق. لذلك هذا العنف نتيجة التواريخ المؤلمة التي عشناها، يعني نتيجة مثلا، يعني ما بالك، يعني حينما ولدت رأيت بلدتي كلها مهدمة، وقبل ذلك رأيت الكثير من البيوت تهدم، والطيران الإسرائيلي كان دائما يجتاح الحدود الوهمية عام 67 ويضرب بلدتنا جنوب الخليل. ثم بعد ذلك رأينا الاحتلال، وبعد ذلك رأينا تبعات ذلك الاحتلال، التماس اليومي والضرب اليومي والألم اليومي إلى آخره، والعنف اليومي وكل ذلك. فلا يمكن أن تتعامل مع اللغة. شاعر الفلسطيني الفنان أو الشاعر أو المبدع أو الرسام أو حتى الإنسان العادي الفلسطيني لا يمكن ولا يجوز، أو أتمنى ألا يتناول أي أداة من أدواته بطريقة عادية. يجب أن يكون هناك عنيفا أو معبرا بطريقة قاسية نوعا ما للتعبير عن حالته التي يعيشها يعني. طب استخدمت الآن وأنت تتحدث مفردة الفلسطيني المسحوق والمهزوم، ومن ثم ذهبت إلى الموضوع الفلسطيني المسحوق. هل تجد أن الفلسطيني فعلا كفلسطيني كشخص هو مسحوق، أم أن القضية هي المسحوقة؟ وهنا هناك فارق طويل وكبير، لأننا حينما نشهد ما نشهد حولنا في المحيط العربي نجد أن الفلسطيني الذي ما زال برغم كل هذه المأساة يقاوم هذا الاحتلال، حتى بالصمود، حتى بالتعلم، بالغناء، بالرقص، بكل أشكال الحياة، هو يمارس التمرد إن شاء أو صح القول. هل هو الفلسطيني لديك هو المسحوق المهزوم، أم القضية هي المسحوقة والمهزوم؟ طبعا الفلسطيني مسحوق. يعني نضحك على أنفسنا. هي القضية سببت انسحاق الفلسطيني. من ناحية سيكولوجية الفلسطيني إنسان غير سوي، يعني أنا أتصرف أحيانا تصرفات غير سوية. في التصرف الجمعي للشعب الفلسطيني هناك تصرفات تحتاج إلى علماء اجتماع ليأكدوا على ما أقول، لأنه نحن لسنا في حالة سلام يعني أكثر من 100 سنة. تخيل أجدادك أيضا عاشوا نفس التجربة، وأحفادك سيعيشون نفس التجربة في هذا الصراع المضطرم حول المكان الذي تنتمي إليه. حتى الفلسطيني الذي يتمتع بالعديد من النجاحات في حياته أو بالثراء، هناك نقص ما، هناك سبب حقيقي في الشخصية، خلف الشخصية هناك نقص ما. أنت بلا وطن، الإنسان بلا وطن إنسان لابد أن يكون مرتبكا. نعم. ومضطرب. ومضطرب. ما هي قيمة الوطن؟ الوطن هو ليس الإنسان. فقط في الوطن المكان هو الجغرافي. نعم. الذي تضع عليه قدميك، ولكن في البعد الروحي الذي يعطيك الإحساس بأنك لست أقل من الآخرين فقط. يعني لدى أخونا موسى بعض التشاؤمية إن صح القول. محمد دلة، كيف تقرأ الأمر أنت قبل أن نتحدث عن العنف المنظم في اللغة؟ قائمة أساسا على الاختلاف واحترام الاختلاف. نعم. وهذا ما يميز هذه العلاقة. هذه العلاقة. أقول
أننا بين التردد والتمرد أقمنا بيت القصيدة. ألا لا شك إنه أن الإنسان الفلسطيني يتعرض أن الإنسان الفلسطيني يتعرض لكم هائل من العذابات التي تؤثر في تكوين شخصيته وفي ردود أفعاله. لكن أذكر أن أحد الصحفيين الأستراليين قال لي ذات يوم: لو أن ما تعرض له الفلسطينيين من عسف وظلم تعرض له شعب آخر لخرج من التاريخ. ونحن الفلسطينيون ما زلنا حجر الرحى وحجر الزاوية في المنطقة، ما زلنا نؤكد ونعلم ونسير باتجاه إحقاق مسارنا الذي بدأناه كما يخيل لي قبل 8000 عام، منذ أن نثرنا الأبجدية في ساحل المتوسط كأول أبجدية مكتوبة في الكون. ومن يوم نثرنا السفن والتجارة وهي تؤثث وتؤسس مدن أوروبا بالتجارة والميثولوجيا، بالتجارة والأديان، كنا رسالة حضارة وما زلنا نصر عليها. لكن الحالة الفلسطينية لا بد لها من لم نثار الكل الفلسطيني باتجاه استراتيجية وطنية لتستطيع مقاومة هذا الوحش الذي يجنح نحو أسوأ أنواع الاحتلال والفاشية. يعني الأمر لدينا نموذج الهنود الحمر وهم خرجوا من التاريخ بشكل أو بآخر. يعني سنعود على هذا الحوار الشيق والجميل، ولكن لنخرج إلى فاصل موسيقي غنائي قصير ونعود وإياكم مع فرسان الأبجدية، الشاعر الجميل موسى حوامدة والشاعر المتألق محمد دلة. كونوا معنا وآخر كلام عبر أثير صوت فلسطين. سميت هذه الربوع القدس، لما لم تمت فيها كمن ماتوا؟ فلأنها قدس وحق القدس، وحق القدس أن تصطفى، لأنها فرسان الأبجدية وضيوف هذه الليلة الجميلة. إن صح القول مع أن الحديث ذو شجون لربما ووجع، ولكن هذه هي الحالة الفلسطينية بشكل أو بآخر. الشاعر موسى حوامدة، أنت تقول الحالة الفلسطينية بشكل أو بآخر شعرا، ولا أريد الإطالة عليك في محاولة تعبير الصورة أو توضيح الصورة قولا نثريا، ولكن نتمنى أن يستمع إليك أيضا المستمع لموسى حوامدة، وأنت للمرة الأولى على
أثير صوت فلسطين، ونحن في أمسية شعرية جميلة أدبية فكرية لا شك، ولكن نستمع للشعر. لن ينتهي اسم فلسطين، لم ينتهي الكلام لأجدل حبائل الصمت وأمشط شعر اليقين. لم ينتهي الوقت لأكسر ساعة الزمن أرمي بها في سلة الفراغ. لم ينتهي العمر لأضع رأسي عند مقبرة القنوط وأربط جسدي بوتد الهزيمة. لم تحترق روما لأجلد نيرون بصوت الجنون. لم ينتهي الكلام لأغلق فمي بقماش الخيبة، أشطب اسم بلادي من أطلس الجزيرة وأدفع الجزية للعابرين. سأربح الحرب لأن الطين بيتي والبحر جاري والنجوم شقيقات الغافلات والسماء ستدرك فحوى رسائلها. لم ينتهي الكلام من دفتر الحياة من ألوان الصغار وأحلام الجدات، ولن ينتهي اسم فلسطين. لم ينتهي الكلام لأقص جديلة أمي وخطواتها فوق تراب البلد وآثار أجدادي، آثار أيديهم على حيطان البلد. لم ينتهي الكلام لأقر للمحتل أن الحكاية وصلت لطريق مسدود وأن المدينة ضاعت للأبد. لن ينتهي الكلام لأنشد الشعر في زوال الأبد وفراغ يوم الأحد من عطلته وبداية تاريخ السبت في هيكل أو معتقد. لم يبتدئ الكلام كلامي بعد ليكتب المهزوم في النهاية أعذاره. سأكتب طالما ظل في دفتر الشعر حرف واحد وظل في خزانة الله مدد، وأصيح في آذان الدهور والمجرات: هذه البلاد بلادي، هذه البلاد بلادي، مذ خلق الله كونه وكان واحدا أحد. الله الله، لم ينتهي الكلام، ومن يصغي لهذا الكلام، لهذا الأثر المنحوت على كف هذا الفلسطيني الجميل محمد دلة. لم ينتهي الكلام، وسنتحدث كثيرا، ولكن لنستمع أيضا إلى الشعر منك، وأنت من تكتب الوجع بحروف من فضة. سأقرأ من حيث ذكرت من الهندي الأحمر. هندي أحمر يتجلى في تبغ خطاه، هندي أحمر يتماهى في علياء مناه. تغويه الكينة بالحناء، يعبر بالبهجة أضلاع الغابة، يقرع غصن الشجرة، يقرع صفارة التوجس. تتأول روح الغابة في سمرته ألف سحابة. كان عنيدا، كان عنيدا فسابق الرصاصة، وصلا معا هي إلى قلبه وهو وجبة طازجة في يد حارس السجن. يا قمر الأسمر، رقائق الشيبس، قبعة فتاة هندية، أما الهامبورغر والخبز المحمص لا شيء غير فروته في عيد الشكر. أعلن صومك، أعلن صومك وليأخذ الطعام للحرب المدللة. انشر عريك وليدلق الثياب على عورة تمثال الحرية. تنفس العطش، لهم أن يشربوا الفرات، تيمم بذاكرة الحجر، وليسدوا بوابة السماء بزيت الطائرات. نم نم على رصيف الأسلاك الشائكة، ودعهم ينامون في مخدع الأنظمة. لهم أن يأكلوا أصابع الموسيقى، ولك نشاز القنابل العنقودية. لهم أن يعلكوا
جراحات الجلجلة، ولك شبابيك الحزن في ضرب الآلام. لهم أن يعاقروا نطف الكاميرا، وأنت فلتزرع دالية الظل في مجامر الذاكرة. لهم أن يرقصوا على جثة الغابة، ولك طقوس الدفن. وحدهم حفدة المارينز، نحمل إليهم رغيف المجدلية فيصفعوننا برغيف الماكدونالد. ماكدونالد يقبل عشاقه من أفواههم، يدشن فرعا جديدا، روما، بغداد، كابول، مجدل. لم تعد فروعك بحجم الشرف الدبلوماسي، لم تعد الوجبات نشرة جوية كاذبة، عباءة سوبرمان، رسائل بولس لا تغطي دبابة واحدة. فافتح فروعك بالنابالم والقنابل الذكية. يعطي العافية. صح لسانك، صحيح، هنا لا شيء يشبه نفسه، وإنما خرائط للقصيدة الجميلة والمعنفة. على سيرة التعنيف، واسمح لي أخونا موسى المرة عشان الجملة، جملتك بما أنه العنف المنظم ضد اللغة، شو قصتك مع العنف المنظم ضد اللغة؟ هلا يا صديقي، يعني الشعر هو كائن ضد الرتابة. حلو. لا يمكن أن يكون شعرا إن لم يكن مدهشا. أما هذه أو هذا التسلسل الإيقاعي الذي نعرفه ونكرره كأنه لازمة أغنية، هذا ربما نصفه نظما وليس شعرا. انت ليش بتحكي معي باللغة العربية الفصحى؟ عشان المستمع يفهم علينا، احكينا عادي يعني عشان طيب الناس يفهم عليك. اعطينا احنا يعني نتكلم عن موضوع تلزمه اللغة الفصحى. طيب خذ راحتك. هلا معناته هلا شو يعني القصيدة الرتيبة؟ بدي ياخذ بديك تاخذ راحتك. هي موت القصيدة هذه الرتيبة، هي موت سريري للشاعر. نعم. الشاعر أداة اللغة. نعم. إذا لم يكتب الشاعر لغة جديدة ولم يحطم البنى القديمة باتجاه منظومة جديدة جماليا ومعرفيا وبنيويا وصوريا، فلماذا يأتي إلى جبل الشعر العالي؟ هذا العنف يعني والكلام بالكلام، يذكر في يوم من الأيام بالصدفة استمعت إلى قصيدتين للشاعر موسى حوامدي في بيت الشعر في عمان، الأولى عن أبيه والثانية عن أمه. حلو. ووجدت فيهما عنفا مختلفا ضد اللغة، فناقشت موسى في الموضوع وصدرت من هنا هذه إيش العبارة. فلقصيدة موسى عن أبيه وأمه فضل في استخراج هذه المقولة. هل سنستمع لأي منهما؟ طيب مش حافظهم أو مش معك؟ موجود بعض المقاطع. بعض المقاطع. ألا يا صديقي، فعندما يأتي الشاعر يجب أن يعرف أن كل اللغة القديمة تميت مشاعره، فهو يحطم البنى السابقة ليأخذ حجارة البيت ويبني بها هرما جديدا. جميل جميل. على سيرة الهرم الجديد والبناء الجديد، وقصيدة النثر تأخذ مساحات يعني أكثر ذهابا في اللغة. موسى حوامدة، كيف تجد هذا العلو أو هذا الارتفاع لقصيدة النثر؟ صحي، وضع طبيعي ووضع صحي ووضع حضاري. يعني لا يجوز أن تبقى اللغة رهينة إلى شكليات تقليدية ماضية، مع احترامي للبهاء المطلق في ذلك التراث طبعا وفي ذلك الجمال، ولكن لا يجوز أن نكرر أنفسنا وأن نبقى أجدادنا. نحن لسنا أجدادنا ولسنا أباءنا، نحن أنفسنا.
نحن أنفسنا، ويجب أن نكون كذلك. يجب أن نكتشف اللغة الجديدة التي تأخذنا إلى روح العصر. أنت ترى كل شيء في العالم العربي يسير بوتيرة الرتم على إيقاع الخبب، فعلينا أن نذهب إلى قصيدة النثر. وليعترض من شاء أن يعترض، أنا يعني تطورت القصيدة لدي باتجاه النثر بناء على تجربة، وليس بناء على أني بدأت بقصيدة النثر. بدأت بالتفعيل أساسا، بدأت بالوزن، ولكن لابد من كسر الرتابة، لأن اللغة، من يقول أو من يعارض قصيدة النثر ويريد أن يتشبث بالموسيقى التقليدية وهو موسيقى بحور الشعر، فهو يقول أن هذه اللغة عقيمة دون أن يدري، يقول أن هذه اللغة عقيمة لا تستطيع أن تستنبط موسيقى داخلية لها إلا عن طريق الوزن، على اعتبار أن هناك قوالب محددة لا نخرج عنها. نعم. ثم من قال أن هناك قوانين أو قواعد للكتابة وللشعر؟ نعم. ولكل شيء في الحياة. نعم. هناك تمرد يجب أن يكون، وكما قال صديق محمد: نهدم لنبني، وذلك قاله أدونيس أيضا. نهدم، ومن حجارة هذا البيت إن كنا نحب هذه الحجارة نبني. والدلالة على ذلك أننا نقرأ لنكتب، نقرأ لنكتب، ولا بد من ذلك. يعني نهضم، عادة إنتاج، نهضم بالحياة. نهضم التراث، نهضم التراث. يعني ناظم حكمة قال مثلا: أنا لا أبدل سيارتي القديمة بأجمل حصان في العالم، لأنه ابن العصر. يعني يريد أن يركب السيارة لا يمتطي حصانه. يعني على بساطة هذا القول، هو يريد أن يقول نحن أبناء عصرنا، واللغة، اللغة التي ستبقى رهينة للماضي، رهينة للخطابة، ورهينة للإنشائية، هذه اللغة قتلت أرواحنا، قتلت الكثير من خيالنا. أنت ترى الكثير من التجارب التي مشت على نفس الإيقاع، التجارب فشلا ذريعا، لم تنتج شيئا إلا التكرار. أنا مشكلتي مع التكرار، لا أحب تكرار نفسي ولا أحب تكرار الآخرين. وحينما أرى الآخرين يكررون غيرهم وأنفسهم، لا أحب ذلك، أتضايق، أبتعد، أنفر من ذلك. أريد دائما تحطيم ما تصل إليه، دائما لابد من التقدم، لابد من الديالكتيك في الحياة وفي الكتابة. كي نحطم الوقت الآن، وهو أخذنا سريعا ولم يتبقى سوى 7 دقائق تقريبا، اسمعنا شعرا. تلبس الحقيقة رداء الشعر، هلا. تميل بنا كفة السماء رويدا نحو خسارة الجبال، الجبال التي تذوب بين يدي الأساطير. توشحت بنرجس الماضي، أفقت من غفوة الهزيمة، المدينة انتصرت علي، التاريخ أسفر أنيابه، تجاوز حكاية الناقصة. من لم يفكر بتوبة عن طغيان الكرز؟ من لم يفكر بثورة بحق زوان الحقول؟ ترانا أبعدنا السماء عن وقت سقوطها المحتم، أما نحن الأرض مبررا للكبرياء. ملعونة أرضك يا أورشليم، مسلوبة من ضمير الأطلس، مخفية في ثنايا الغبار. ولي قصة لا تشبهها القصص، حبل إعدام لا تقطعه المعجزات. أقبلت طالبا صفو الليالي، لم أسلك سبلا جانبية، لكن العتمة خوانة. لا أبتغيك أيها الضمير المقطوع من رهافة الفراش، أختلف من مع نظرة الفيلسوف للقوة، للضرورة والحرية، لموت الكلمات عند شفاه الكتب، جسد للبحر، رداء للقصيدة، ضرورة الموت تخنق جثة النهر. أحكي للسنوات عن بداياتها، للزمان عن قطوف أول العمر، للأيام عن تلكؤها المزعوم، وللنفس عن جدوى الكلمات. سيان يا بحر سيان، إن بحت للشاطئ باسم حبيبتك، أو بحت لها بانكسارك أمام العاصفة، تبقى عدوي وأنت تحمل سفن الغربان. الله. تبقى رمزا لانكسار الجبال، وهي تحني رؤوسها من عار الماء. لم تخنك الشعاب حين جاءك بونابرت،
لم تخنك السواقي وأنت خنت البر من أول الريح. لا أحبك لا أحبك ولا أقيم مزدا لموجك العالي، فكل رداء تلبسه لن يمنعني من وصفك بالسافل. هناء على هناء، بناء مشيد لطيور الخوف. أنساك لو وقفت على طرف الحلم وصحت بالخونة اكشفوا أوراقكم، لن ينالكم الدود، ستظل وجوهكم مرسومة في سيرة الخراب. وعلى سيرة الخراب، وكي لا يأخذنا خراب الوقت أحيانا بعيدا دون أن نستمع إلى الشعر منك مرة أخرى محمد دلة، في آخر يعني قصيدة نستمع فيها. ومن خراب لخراب، أنا لست أدري كيف تشبهنا نساء الأندلس. أنا لست أدري كيف تشبهنا نساء الأندلس، ومقامنا في الطين مختلف. ندنو فيشعد جمرهن، مطيع يعصي شعرهن، فكيف نأتلف؟ عينان غائمتان بالنسرين، في أفلاكها الأذكار ترتجف. نضاحتان بسكر الأسماء ترتشفان ندف اللون من عسل السماء، يذوب في لوز الحنين منازلا تخبو وتنذرف. ومجامع للورد لا تطأ الطيوب، وإنما تطأ النفس، وتمر من رئتي خيولا مشرعات أو جرس. هذه شقائق أضلعي ترى حقول الذكريات، وذاك طير من دمي يربو ويذبل في مراوغة العسس. من يرفع الأشجار من شبق التراب؟ ومن يعيد لرجسها الدري عن عنة الفرس؟ أنا لست أدري كيف تشبهنا نساء الأندلس. ولمن النساء هناك ينقصن الفلامينجو على نزف النخيل، ويطرن من يدنا على جنح الموشح مثل موال قتيل في الليل، في تطوافه المبتل بالأحزان والنور النحيل. ندعوهن أن يدخلن مملكة الأيائل، شهوة الحناء من جرح الصهيل، سربا من النهواند يتلوه الغلس، يدني سفائنه السليلة كسرة أو شهقة في صدر مئذنة من النزف الجميل. لكن حامية الحرس في لحظة شوهاء من حلم الجنوب المختلس ستعيد مأربا سيدا لنطيعه ويضيعنا ونضيعه. لا جمر يسهر في شغاف رحيلنا، لا خمر تغمرنا بمفتتح النشيد دموعه، لا جبة العقد الفريد ولا التوابع والزوابع تستعيد لخبزنا المنسي مهرا خبأته ضلوعه في بذرة الذكرى وهمهمة القبس. أنا لست أدري كيف نحملها وتنسى الأندلس. الله الله الله، تبا للوقت. هناك وقت لكل شيء، وقت لم أمت فيه ولم أكن نائما يعلم كم كبرنا، وقت خلف الأبواب المغلقة يبطئ في الانتظار، وآخر للمطر الصاعد وكأن في كف الريح، ورابع على القوارب الورقية تلك التي تصارع الأمواج على اليابسة، وخامس لأم تحج لابن تبرأ منا ومنه هنا، حيث السادس والسابع والعاشر نعزف ونغني لوطن في الذاكرة. موسى حوامدة الشاعر والكاتب والناقد الجميل، شكرا لك على هذه الإطلالة، يعني أسعدتنا وأسعدت المستمعين الكرام. شكرا لك صديقي أحمد، شكرا لصوت فلسطين.
أتمنى أن يبقى عاليا وهادرا. لم أكن مهزوما حين وصفت الحالة الفلسطينية، بس ولكن كنت أدرك ذلك. يجب أن ندرك حتى لا نظل في هذه الحالة. لا يجوز أن نوهم أنفسنا أننا منتصرون. نعم. ونحن لسنا كذلك. نعم. محمد دلة، الشاعر والناقد والكاتب الجميل، شكرا لك على هذا التغريد المحلق بعيدا هنا في فلسطين وهناك في كل مكان، لنقول نحن هنا وسنبقى هنا. محمد دلة، شكرا. شكرا لك، وشكرا لصوت فلسطين العالي، وآمل أن يصدع كل جدران الكون بحرية فلسطين واستقلالها. شكرا لك أيها الفتى الجميل أحمد زكارني. شكرا. شكرا لك يا حارس نبضنا. الله يخليك. شكرا لكما ضيفي الكريمين. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. هذه الحلقة ستعاد عليكم بعد غد الثلاثاء عند 10:05 مساء. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، أشرف أبو جعفر، وأطيب تحياتي. إلى لقاء قادم إن كان في العمر باقية. أحمد زكار. شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من اللهب. شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من اللهب. يا ساحة الأنواء كم عصفت.